بينما مهرجان البندقية سيفتتح مهرجان بيروت الدولي للسينما بنسخته 13 بفيلم جرافيتي بطولة جورج كلوني وساندرا بولوك. المهرجان ينطلق في 2 تشرين المقبل في صالات السينما بلانيت أبراج، ويختتم في 10 منه مع فيلم The Immigrant. يقدم المهرجان 77 فيلما أبرزها فيلم الإيراني جعفر بنهي Closed Curtains الذي صور في إيران بالسر، والذي يتحدث فيه بطريقة سينمائية عن الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه السلطات الإيرانية، وقد نال الفيلم جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين. I Left My Shoes in Istanbul هو فيلم للبناني الأرمني نيغول بازجيان، والذي يتناول فيه المجزرة الأرمنية. أما في مسابقة الأفلام القصيرة فيبرز فيلم السعودية عهد كامل المثير للجدل حرمة، الذي يتحدث عن معاناة المرأة السعودية عبر قصة أرملة حامل يقوم شقيق زوجها بابتزازها لأنه بحسب القانون ولي أمرها. كما خصص المهرجان للمخرج الروسي ألكسندر سوكوروف زاوية لعرض أبرز أفلامه سيما فاوست المقتبس عن مسرحية غوتي الشهيرة، والفائز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2011.